شكون فيكم راه يتفرج في المسلسلات اللي راهي تعرض في القنوات الجزائرية في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان اللي من المفروض هو شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر العبادات والطاعات اللي لازم تقربوا لربي سبحانه بالأعمال المستحبة والأعمال كما يقول لك الصالحة، قراءة قرآن، قيام، صيام، هذه الأمور هذو اللي نعيشوهم في رمضان ونعيشوا لازم أجواء نتاع شهر رمضان. يجيو هما في هذه القنوات تاعهم يقدموا لنا أعمالهم الكارثية. نعم، أقل ما يقال عنها أنها أعمال كارثية. طبعا ما نيش نهضر على ناحية الأداء، الأداء نخليه بجهة، نحكي على اللقطات المخلة بالحياة، على قلة الحياة يعني اللي رانا نشوفه فيه ونشوفوه في هذه المسلسلات هذو. طبعا اللي راح يجي يقول لي ما عجبوكش ما تفرجيش، ما نيش نتفرج إطلاقا وما نيش نتابع فيهم ومستحيل نتابعهم، وإنما حالي من حال كثير منكم اللي نشوفوا بعض المقتطفات واللقطات يعدي ويفوتوا في وسائل التواصل الاجتماعي. بما أني حبيت ندير فيديو عليهم شفت البعض منهم، وطبعا عندي الحق أني ننتقد لأنه هذه الأعمال وهذه المسلسلات موجهة لعامة المجتمع والشعب كامل، يعني من حقي أني ننتقد. شفتهم كارثية، قلت لأنهم بكل صراحة صح فيهم قمة من الوقاحة عمرنا في حياتنا ما تخيلنا أنه إحنا كمجتمع مسلم، مجتمع جزائري، ما كناش نتوقعوا في يوم من الأيام أنه في التلفزة الجزائرية يخليهم ويسمحوا لهم انهم يعديوا هذه اللقطات هذو. راح يقول لي واش شفتي واش من لقطات؟ اي نعم، بكري كنا نقعدوا في عائله كامل هكا مجمولين ونتفرجوا. حاليا ما كان حتى مسلسل تقدروا تتفرجوه هكا في لمه العائله، ما كانش، انهم كامل فيهم لقطات ماهيش مليحه بكل صراحه. ما احناش راح نكذبوا على بعضنا، رانا نشوفوا في امور كارثيه، رانا نشوفوا في مواضيع جبتوا فيها ما عندها حتى علاقه بشهر رمضان، ما دار ولا حصه ولا مسلسل يحكيوا فيه على الدين، على القران، على المواعظ، ولا حاجه. حكايتهم كامل من الواقع، صح من الواقع، بس الواقع هذا جاكم غير في رمضان تحكيوا عليه، خليتوا ساير العام وبغيتوا تحكيوا على الواقع في شهر رمضان، وكل عام تحكيوا لنا نفس الحكايات، مخدرات، نساء، أمور يعني اللي نعرفوها العادية جدا. وشو الهدف تاعكم؟ وين المغزى من الشي هذا؟ إلى متى؟ أنا نظن أنه الشي اللي صرفتوه، الأموال الطائلة اللي صرفتوها باش تمثلوا الشي هذا، كون صرفتوها على الواقع كنتوا غيرتوه. أما هذاك الإنسان الممثل اللي خرج، أنا ما نعرفش طبعا اسمه، وقال باللي هذا شعب توكسيك وشعب ما يحبش يشوف التطور. احنا كي نطلبوا التطور نحبوا التطور في امور، بصح مش تطور في التمثيل اللي يعتبر تهور. كاين تطور في المعدات، تطور في المواضيع، تطور في الاداء، بصح مش تطور في اللقطات المخله بالحياه هذه. لا احنا ما حناش هوليود، احنا ما حناش كفار باش تطوروا لنا في الامور هذو. اليوم هكا والعام الجاي العالم ربي وش راح يسرى وش راح نزيدو نشوفو منكم. دونك انا حبيت نقول لكم باللي الشي هذا والخزعبلات هذو لازم يجي نهار وتحبسوهم علينا، خاصة في شهر رمضان، انه صح عيب وحرام ولا يصح بدولة مسلمة وبمجتمع مسلم كما مجتمعنا. والحمد لله يا ربي كاين بزاف ناس رافضين ومش متقبلين وما همش يتفرجوا. لكم أكبر تحية من عندي من هذا المنبر هذا. السلام عليكم.